اسبوع على التوالي نحتفل بالمبيعات اللي حققناها في الكوارتر الاول من 2022. ارك بلان عامله لنا يوم مختلف جدا، فكره حلوه جدا انها تجمعنا النهارده. على طول اي ايفنت بيطلع بيبقى كل واحد مع نفسه وخلاص، بس المره دي هم جمعونا وخلوا بينا روح منافسه بطريقه حلوه. الايفنت كان مميز، تعرفنا بالشركات البروكر، تعرفنا بالتيم بالكامل، ان هي تجمع البروكرز كلهم في يوم باكتيفيتي جميل بعيد عن الاورينتيشن بتاع المشروع. يعني ما تعرفنا باركو بلان لما نزلت لاول سوق العاصمه كانت نازله بفكر مختلف، وبرده لما كرمتنا النهارده كرمتنا بحاجه مختلفه جدا. لاول مره احنا بنشتغل مع شركه عندها موقف انشائي من قبل ما نبتدي طرح البيع اساسا. المميز في مشروع اركو بلان اللوكيشن بتاعه كان مميز جدا، المساحات، الاداره سبعت اعمالها من الشركات المعروفه والكبيره في السوق، فعملت ضجه في السوق العقاري عامه، فعملت حققت مبيعات كبيره، فكانت البيع بالنسبه لنا سهله جدا. وانا متوقع ليها ان هي الفتره الجايه هتبقى من اكبر الشركات المطورين في العاصمه، خصوصا ان هي شركه لما بدات تبيع المشروع بتاعها كانت اوريدي بدات كونستراكشن، وده معناه ان هي ملاءه ماليه محترمه جدا. ننادي على الأسماء ونكرم كل الناس اللي باعت معانا في ارك بلان في الكوارتر 2022، مشروع الكوارتر. كان يوم جميل، كان يوم لطيف. نحب نشكر شركاء النجاح اللي معانا على تواجدهم معانا، وهم شركاء فعلا في النجاح، وبقينا قصة واحدة بالاكتيفيتي اللي تمت والكومبيتيشن اللي كانت ما بينهم. اتمنى ان احنا ان شاء الله نحقق مبيعات ونجاحات اكتر في المشروع الجديد، فيعني انتظرونا. ونوعدكم ان اللي جاي هيكون احسن واكتر، واحنا بنوعدكم دايما ان ارك بلان تفضل اوت اوف ذا بوكس.